هاي، ازيكم؟ انا الدكتوره ريم الفقي، اخصائي الطب النفسي بجامعه عين شمس. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم ان شاء الله. النهارده الفيديو بتاعنا هنتكلم عن التوكسيك ريليشن شيبس، العلاقات المؤذيه، العلاقه المؤذيه في الجواز، العلاقه المؤذيه مع الاصدقاء، ازاي الشخص ده يعرف ان هو في علاقه مؤذيه ويتصرف ازاي. التوكسيك ريليشن شيب دي بتبقى علاقه مؤذيه ايموشنلي ومنتلي وفيزيكلي. يعني الشخص اللي فيها بيبقى ايموشنلي متضايق، حزين، بيعيط كتير، منتلي بيبقى مش عارف، يبقى بيتحكم في افكاره، بيبقى دايما الشخص اللي قدامه بيعمل عليه سيطره وكنترول وبيأذيه في طريقه تفكيره، بيغلطه كتير، بينتقده كتير، بيطلع العيوب اللي فيه، مش بيساعده ان هو يشوف الحلول، مش بيقول المميزات اللي فيه. فيزيكلي لو بعد الشر فيها ابيوز، فيها اي ضرب او اهانات. فالعلاقه دي مش بتبقى بتحترم الليميتس اند باوندريز، الحدود. الشخص البارتنر ده ما يعرفش يقول لا، مع ان هو ليه الحق يقول لا. بيبقى حتى الشخص التاني بيحسس اللي قدامه ان هو هيز نوت جود انف، مش كفايه، مع ان بيبقى فيه مجهود مبذول بس بيبقى من طرف واحد. فالشخص التاني مش بيبقى بيعمل علاقه، مش بيساعد، مش بيحترم اللي قدامه. فهنا الشخص في العلاقه بيحس ان هو ابتدى يخش ان هو يبقى the worst version of himself، مش a better version. يعني بيبقى بيسوق وبيبقى يعني مش بيبقى احسن، مش بيتطور. فالعلاقه ساعتها لازم ان احنا نقعد نتكلم. يعني الشخص اللي هو في العلاقه ده لازم يتكلم مع الصديق او الحبيب او البارتنر بتاعه ويقول له هو محتاج ايه. يعني لازم هنجيب زي ورقه او قلم كده او كراسه، نقول نكتب النيدز بتاعتنا، ايه الحاجات اللي لازم تبقى موجوده، الماست، ايه الحاجات الديل بريكرز، الديل بريكرز مستحيلات نقبلها. نتكلم express yourself، يعني طبعا بحريه وبصراحه، الاونستي، البيتر كوميونيكيشن، التفاهم هو اهم حاجه، هو ده اللي هيصلح الريليشنشيب دي. ان هو يبقوا هما الاثنين بيعملوا مجهود، ولو الشخصين ما عرفوش يحلوا المشاكل يلجأوا يعني للبروفيشنال هيلب. شخص يبقى طبعا سايكايتريست او حد متخصص مثلا ينصحهم، لان هو مش هينفع يروحوا قوي للاصدقاء والعيله، لان ممكن يبقى في حد بايست. بس هو طبعا الفاميلي والفريندز بيعملوا سبورت، واهم حاجه ان احنا نصلح، وبعد كده نبقى نشوف بقى هل العلاقه دي هنقدر نكمل فيها بالطريقه اللي احنا عايزينها وتستمر ان شاء الله. شكرا.